الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة المشاهدين مرحب بكم في فقرة رشيدة من برنامج صباحات سودانية. وعبد المنعم محمد خير أبو شورى استشاري الجراحة وجراحة المناظير. اليوم نتكلم عن قرحة الاثني عشر، وكلمة قرحة بمعنى قرح بمعنى جرح. أستاذنا ربنا يرحمه عوض الكريم على الخليفة كان بيقول لنا في شرح الآية: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال معنى قرح بأن تحول القاف إلى جيم بمعنى جرح. إذن قرحة الاثني عشر هي عبارة عن جرح في الغشاء المخاطي للاثني عشر، والاثني عشر فيه غشاء مخاطي تحت فيه عضلات مختلفة، وبالتالي تاني فيه غشاء آخر خارجي. هذا الغشاء المخاطي يقي الأغشية الداخلية من حمض المعدة، لأنه بيختلط الطعام والطعام يجي إلى 12، المعدة يعقبها بعد 12، وهو وسطه قلوي والمعدة وسطها حمضي، بالتالي يتأثر 12 بهذا الوسط المحمول عبر الطعام، هذا الوسط الحمضي، ويتم إفراز. بعض العصارات تعمل تقليم من أثر هذا الحمض. إذا زاد إفراز هذا الحمض في المعدة أو انتقل إلى 12 بصورة كبيرة، ودي تنتج دائما من تناول الحوامض، تناول التوابل والبهارات التي تحفز المعدة لإفراز هذا الحمض، الحمض المعدي، أو بعض الضغوطات النفسية، حتى الضغوطات المعدة، ضغوطات العمليات الجراحية للجراح وللمريض، تؤدي إلى زيادة هذا إذا زيادة إفراز هذا الحمض. وبالتالي إذا زادت هذه الزيادة واستمرت بصورة مستمرة تؤدي إلى تهتك، إلى جروح في الغشاء المخاطي للاثني عشر. والمريض يشعر بشنو؟ يجيك بآلام، وهذه الآلام لما تقول القرحة في الاثني عشر بتزيد عند الجوع وتقل عند تناول الطعام. لكن إذا تناول الطعام الحامض والمحدقات أيضا الألم يزيد. والألم حقيقة هذا الألم ألم مزعج، دائما المرضى يشكوا منه بصورة مستمرة، يعني لأنه يؤثر على حياتهم اليومية وتناول وجباتهم وغيره. ولكن إذا حافظ المريض وحضر مبكرا للطبيب في بداية هذه الأعراض، العلاج بيكون سهل. بعد ما ينظم المريض الوجبات، يتناول الوجبات يعني الحمض فيها والقلوي فيها بصورة معقولة، ما فيها بهارات كثيرة، حمضها معقول، ممكن العلاج بحبوب يأخذها بصورة مستمرة حتى ما فترة طويلة، ممكن يكون أسبوعين لشهر، قد تستمر مثلا 3 شهور، وبالتالي يعني تندمل هذه القرحة. لكن نحن حقيقة دائما بنخاف من قرحة الاثني عشر، بنخاف من مضاعفاتها، ودائما المضاعفات بيجينا عند الصيام وفي رمضان. يعني في حوادث رمضان دائما بيجون المرضى بانفجار في قرحة الاثني عشر دائما في أيام رمضان يعني. ودي مثلا تشخيصها ما سهل، بيكون بصورة سهلة، لكن العلاج يتطلب تدخل جراحي. في بعض الحالات النادرة نحن ممكن لقرحة الاثني عشر المنفجرة علاجا تحفظيا دون تدخل جراحي، لكن في معظم الحالات نحن نطلب من الدخل الجراحي، أن هذه القرحة هذا الجرح يؤدي إلى ثقب في جدار الاثني عشر، وبالتالي ندخل نؤدي إلى نعمل نكفل هذا الثقب، ونصوم المريض من يومين لثلاثة أيام بعد تناول بعض العلاجات والعقاقير، ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المهم في هذا الأمر، نحن الكلام ده نقوله للإخوة المشاهدين، أنه يعني الآلام، آلام البطن العلوية أو آلام فم المعدة، يعني يجب هي تداركها مبكرا بيسهل العلاج بالنسبة للمريض وبالنسبة للطبيب. نسأل الله الصحة والعافية للإخوة المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله.